شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في كربلاء زار مقر قيادة عمليات كربلاء السيد معالي وزير الدفاع المحترم، وتفقد المحور الشرقي الخاص بوزارة الدفاع، وأوعز بعدة توجيهات لقيادة المحور المتمثل بالفرقة التاسعة وقيادة القوات البرية، وعزز هذا المحور بسرايا من التموين نقل ومفارز من الإسعاف الطبابة العسكرية، وكذلك دعم قيادة عمليات كربلاء. احنا حقيقة نشيد بدور وزارة الدفاع في الخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار أربعينية الإمام الحسين خلال هذا العام، ووجودها الميداني سواء في العمل الخطة الأمنية أو بالخطة الخدمية. فأهلا وسهلا بمعالي السيد الوزير. شكرا جزيلا سيد وزير الداخل. اليوم كانت زيارتنا إلى قيادة عمليات كربلاء المقدسة، واطلعنا على الخطة، وقدم السيد وزير الداخلية عرضا مسهبا بحضور عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي. الخطة تسير على ما يرام وعلى أحسن مما توقعنا، والحمد لله والشكر. الانسيابية الموجودة أثناء زيارتنا إلى قرب الضريحين كانت انسيابية عالية جدا لم يسبق لها مثيل. الاستعدادات الحمد لله بتواتر عالي، ووزارة الدفاع لديه محور. اطلعنا من السيد قائد العمليات ومن القائد الميداني المحور السيد قائد الفرقة التاسعة على كافة النشاطات، ووعزنا بتعزيز قدراتهم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، أيام الذروة في ثالث رابع يوم القادم من الأيام. إن شاء الله إحنا مراقبين ومواصلين مع القطاعات الموجودة، وأمنياتنا أن يتم الزيارة المليونية في أحسن وجه. توقعاتكم هذه الزيارة هي الأضخم زيارة سابقة، وأعداد الداخلين المنافذ لحد الآن؟ طبعا لحد الآن أعداد الداخلين المنافذ عبر 1,750,000 لغاية اليوم، وبزيادة يعني مستمرة. أيضا يعني ثقل الزيارة الآن يتركز في محافظات النجف وبابل وبغداد باتجاه كربلاء المقدسة. لغاية الآن طبعا احنا لم يتم يعني عمل اي قطوعات. السيد قائد عمليات كربلاء الليلة الماضية درسنا موضوع القطوعات واتينا انه تأجله، فقط صار تحديد لدخول العجلات الصالون في المحاور الثلاثة باتجاهات يعني قبل المدينة القديمة. يعني داخل المحافظة موجودة، لكن داخل المدينة القديمة سمحنا بدخول عجلات النقل الجماعي الباصات. وايضا يعني نطلب من كل الاخوان الزائرين انه يستخدمون وسائل النقل الجماعي، لانه المدينه يعني راح تكتظ بالزائرين وكذلك بعجلات النقل الخاص. لله الحمد يعني لا زال الزائرين يقصدون يعني الجراج الموجود داخل المدينه وباتجاه محافظاتهم. الأمور الخدمية ميسرة ومؤمنة بوجود الأخ رئيس اللجنة الخدمية. ما عندنا أي مشاكل في إسناد كل المواكب الحسينية الموجودة. السادة المحافظين ويانا، السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة توجيهاته بإسناد كل المحافظات بقضايا الصحة والكهرباء وكل الأمور اللوجستية الخاصة بدعم هذه الزيارة.